بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أبنائي الأعزاء إلى هذا اللقاء المتجدد بكم في مادة اللغة العربية والمعيار 2.6، النشاط يا أبنائي، آيات كريمة من سورة الأنعام، نجد الدرس في صفحة 129. سؤال التمهيد يا أبنائي، من يقرأ سؤال التمهيد؟ اقرأ بني. أقرأ الفقرة التالية قراءة صامتة واعية. التوحيد هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ألوهيته وأسمائه أو ربوبيته أو صفاته، ويعد توحيد الله تعالى الأمر الأهم من بين مختلف أمور العقيدة الإسلامية. وقد شدد القرآن الكريم في كثير من المواضع على ضرورته، فتوحيد الله تعالى يريح النفس الإنسانية من الهموم ويرفع من قيمتها ويعلي كرامتها، فلا يعود الإنسان خاضعا إلا لله تعالى وحده. وقد أورد القرآن العديد من المعتقدات الخاطئة واستبعدها عن عقل الإنسان المسلم من خلال الحجج المنطقية والعقلية. أتعاون مع زملائي في تحديد مفتاح الفقرة. عما تتحدث يا أبنائي هذه الفقرة؟ نعم، تتحدث عن وحدانية الله جل وعلا وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. الآيات نستمع لها جميعا لخشوع وإنصات. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. تحكي هذه الآيات يا أبنائي حوارا دار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه وقومه في بطلان عبوديتهم
الأصنام وكذلك الكواكب التي كانوا يعبدونها في ذلك الوقت. فأثبت إبراهيم عليه السلام لقومه أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فلو أنها آلهة تنفع وتضر لدفعت عن نفسها الضر، وكذلك الكواكب والقمر والشمس. فحينما ظهر الكوكب قال إبراهيم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وكذلك القمر والشمس، فكلها كواكب تظهر وتختفي، فلا يليق بإله واحد خالق لهذا الكون أن يظهر ويختفي. فأتى الله سبحانه وتعالى إبراهيم هذه الحجة على قومه، فأثبت لهم بالحجة والبرهان العقلي والحسي أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أصنام ولا كواكب تنفع وينبغي لها أن تكون إلها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم أبنائي، فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الآن يا أبنائي نبقى وبعض الكلمات الواردة في النص لنتعرف معناها، ومن هذه أفل. فما معنى أفل يا أبنائي؟ أي غاب. كذلك بازغة، ما معنى كلمة بازغة يا أبنائي؟ أي طالعة. ومن هذه الكلمات الضالين، أي البعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى. فطر أي أنشأ، فطر بمعنى أنشأ. وكذلك حنيفا أي حنيفا بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الشرك. حاجه قومه أي جادلوه، أي جادله قومه. كذلك من هذه الكلمات تتذكرون أي تعتبرون. يلبس أي يخلط، فاللبس في الشيء أي الخلط بينه، الخلط بين هذا الشيء. أسئلة الفهم والاستيعاب نبقى معها الآن. من يقرأ لنا السؤال؟ أكمل ما يلي في ضوء فهمك للآيات الكريمة. أكمل ما يلي في ضوء فهمك للآيات الكريمة. يدور النص القرآني حول قضية رئيسة، هي ما هي القضية الرئيسة التي دار حولها هذا النص؟ أحسنت بني، وحدانية الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. تحاور سيدنا إبراهيم عليه السلام مع من في هذا الحوار؟ من يقول؟ أحسنت بني، تحاور مع أبيه آزر وكذلك قومه، مع أبيه وقومه تحاور إبراهيم عليه السلام. يعبد قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعبدون ماذا؟ أحسنت بني، الأصنام وكذلك الكواكب. نكمل يا أبنائي أسئلة الفهم والاستيعاب. جادل قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام في ماذا؟ جادلوه في ماذا؟ من يعرف؟ أحسنت بني، في وحدانية الله سبحانه وتعالى جادله قومه. نواصل يا أبنائي أسئلة الفهم والاستيعاب. من يقرأ لنا هذا السؤال؟ نعم، علل لما يلي. جعل الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام يرى ملكوت السماوات والأرض. لماذا جعل الله تعالى سيدنا إبراهيم يرى ملكوت السماوات والأرض؟ من يقول؟ أحسنت بني، ليكون من الموقنين، ليتيقن ويثبت إيمانه بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته، فأراه الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. نعم، نفور سيدنا إبراهيم عليه السلام من عبادة الكواكب، من عبادة الكواكب. لماذا نفر سيدنا إبراهيم عليه السلام من عبادة الكواكب؟ من يقول؟ أحسنت بني، لأن الكواكب تظهر وتختفي، ولا يمكن أن يكون الرب كذلك، ولا يمكن أن يكون الرب كذلك يظهر ويختفي جل
الله سبحانه وتعالى عن هذا وعلى علوا كبيرا. أسئلة الممارسة نبقى معها ونناقشها. نعم، أكمل الجدول التالي بتدرج البراهين التي ساقها سيدنا إبراهيم عليه السلام لإقناع قومه بعبادة الله. فما هي هذه البراهين التي ساقها سيدنا إبراهيم لإقناع قومه بعبادة الله سبحانه وتعالى وبطلان عبادة ما سواه من أصنام وكواكب؟ فالبرهان الأول، نعم، الكوكب يأفل فلا ينبغي لإله أن يظهر ويختفي سبحانه وتعالى. البرهان الثاني، القمر كذلك يأفل، القمر يأفل، وكذلك الشمس الكبيرة بكبرها وحجمها كذلك تظهر وتختفي وتأفل، ولا ينبغي لإله خالق لهذا الكون العظيم أن يظهر حينا ويختفي ويأفل حينا سبحانه وتعالى. من يكمل يا أبنائي قراءة الأسئلة؟ نعم، اقرأ بني. ما الموقف الذي اتخذه قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد هذه الأدلة، بعد أن أثبت لهم سيدنا إبراهيم هذه الأدلة وساقها بالحجة والبرهان وأثبت لهم بطلان هذه العبادة وأن لا إله لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، فما موقفهم من ذلك؟ نعم، أحسنت بني، أصروا على ظلمهم وشركهم، أصروا على ظلمهم وشركهم، ولم يسلموا ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى كما هو إبراهيم عليه السلام مؤمن بالله. نكمل أبنائي أسئلة الممارسة. حدد الآية التي تشير إلى أن إلى المعنى التالي: سيدنا إبراهيم عليه السلام بريء مما يشرك به قومه. ما هي الآية التي تشير إلى أن إبراهيم عليه السلام بريء مما يشرك به قومه من كواكب وكذلك أصنام؟ قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء مما تشركون. أستخرج المؤكدات اللفظية الواردة في الآيات 76 و78. فمن هذه المؤكدات التي أتت ووردت في هذه الآيات القسم وكذلك الشرط ولئن ولا أكونن وكذلك إني وكذلك إني. ما النتيجة التي انتهى إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه؟ نعم، ما النتيجة التي وصل وتوصل إليه إبراهيم بعد حواره مع قومه؟ نعم، انتصر عليهم بقوة حجته وأدلته التي برهن بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فبقوة الحجة والبرهان والدليل انتصر سيدنا إبراهيم على قومه في حواره ذلك نعم، نواصل يا أبنائي أسئلة الممارسة. أكمل الفراغ فيما يلي. نعم، لاكتمال بنية النص الحواري لا بد من وجود فراغ متحاورين أو أكثر ووجود فراغ يجري الحوار بشأنها. من يكمل يا أبنائي؟ نعم، أحسنت بني. نقول لاكتمال بنية النص الحواري لا بد من وجود طرفين متحاورين أو أكثر ووجود كذلك قضية أو وجود قضية يجري الحوار بشأنها، أستخرج عناصر النص الحواري كما فهمتها من الآيات الكريمة السابقة. ما هي عناصر النص الحواري كما هو في هذه الآيات؟ المقدمة، ما هي المقدمة يا أبنائي؟ من يقول؟ أحسنت بني، إنكار سيدنا إبراهيم عليه السلام لعبادة قومه الأصنام.
هذه كانت المقدمة. أطراف الحوار يا أبنائي إبراهيم أبيه وقومه، إبراهيم وأبيه وقومه. القضية الرئيسة لهذا النص الحواري وحدانية الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. أما الخاتمة فقد انتصر عليهم سيدنا إبراهيم بقوة حجته وأدلته التي برهن بها على وحدانية الله سبحانه وحدانية الله سبحانه وتعالى. وبهذا نأتي يا أبنائي إلى نهاية درسنا هذا، الذي نأمل أن تكونوا قد فهمتم واستوعبتم ما جاء فيه. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.